ضابط اسرائيلي؟ انت انجنيت؟ لا ما انجنيت، رح خليهم هم اللي ينجنوا. انتو مين؟ وليش ساعدتوني اهرب؟ احنا فلسطينية زيك وبتناش ياك تنقتل. وليش تخيط هذا الضابط الاسرائيلي بالذات؟ لانه قتل امي والجنين اللي بطنها وضربوني على عيني هم وشوهولي اياها، ولما تدخل ابوي طخوه. طب ليش ما خليت ابوك يعمل هيك عملية؟ ليش لحط الطخة وانت بهالعمر؟ أبوي عنده عمليات أهم من هذا الكلب اللي مش عارف إذا لسه عايش ولا ميت. يلا أنا رايح، أنا بيتي قريب من هون، انتوا هربوا قبل ما حدا يشك فيكم. الله معك الله معك. ألو. ألو وليد، صباح الخير. صباح الخير بابا. لك يا بابا لهلا ما دقت لي
ولا طمنتني وقلت لي شو صار معك. بابا أنا بصراحة في عندي عروض كتير عم طول بالي، وبصير معي شي بدي أقول لك. أعطيني أعطيني احكي معك. طيب خد احكي مع أمك. ألو وليد، كيفك ماما؟ ايه أنا زعلانة منك، يعني معقولة ما عندك وقت تسأل عن أمك؟ كيف بدي أسأل عني كنت جوات قلبي يا أم وليد؟ اسكت اسكت، مالك شاطر غير بالدهلزة. هلا أنا عم دهلز عليكي، وكيل الله ما بتغيبي عن بالي لحظة واحدة. طيب طيب حبيبي، أختك تالا بدها تحكي معك. شو أقول له؟ ليش ما عم تسمعنا صوتك؟ كيفك حبيبتي تالا؟ رح أجيب لي هدية كبيرة من لندن. إيه ما تكرم عينك. لكن سويان هديتين، واحدة إلي واحدة لرفيقتي ربا، حرام أبوها فقير. إيه تكرم عينك أنت وربا. يلا مع السلامة مشان ما أطول عليك، باي. مع السلامة. طول ما صخرك فوق سطري، طول ما سفكينك بنحري، طول ما تسرق مني عمري وزهري وشجري وشمسي وقمري، ايدي رح يبقى السلاح والكرامة والكفاح، ايدي رح يبقى السلاح والكرامة والكفاح، طول ما صخرك فوق صدري طول ما سكينك. لماذا تأخرتم؟ لم نتأخر. ماذا هناك؟ يطلبون منا إخراجه من المشفى لأنه لا فائدة من بقائي فيه، فمتى فاتورة علينا دفعها قبل إخراجه؟ حتى لو دفعناها ماذا سنفعل به؟ نأخذه إلى البيت ونتركه وحده؟ أنا أرى أن يبقى هنا ريثما يعود أهله ويستلموه بمعرفتهم. وماذا لو تأخر أهله؟ وماذا بيدنا أن نفعل؟ نحن لنتحمل مسؤولية شخص لم يعد يعرفنا. لا أظنك تريد إلا أن نكون حراسا عليه ريثما يعود أهله لاستلامه. بيريس بيريس، ربما يجد لنا حلا. خير، خلي راجعني بعد اسبوع ناخذ الدواء زي ما كتبت له اياه. الله يطول لنا عمرك يا دكتور. الله يخليك يا خالي، مرجع الدكتوره ماليا خلي تفهمك على كل شيء. الله يكثر خيرك يا دكتور. الله معك. فؤاد. هاي دكتور. ايش يا زلمه، يعني اذا بدي اشوفك لازم اجي على المستشفى؟ والله العظيم مشتاق، بس انت عارف شغلي اللي فوق راسي بداوم هان وبداوم الضفة المستشفى الثاني. فكنا يا زلمه، امك قالت لي بضلك برات البيت لوش الصباح. ارتاح ارتاح. أهلا أمي. قولي ليس معك بخصوص الدور بديل الكلب. ما أنت قلت الدنيا بردت وفيش حدا هلقيت بيلبس روسكم. أنا بعدني بدور عليهم. أنا بصراحة يئست ورايح أدور على مستقبلي. غريب؟ ليش الغريب؟ إنك تيأس بهالسرعة. عشان فيش فايدة. أقول لك إشي، أنا مش مصدقك. ولك فؤاد، أنا بكذب عليك يعني؟ عشان اليوم كنت عادك بالبيت وأختك لينا قالت لي إنك مش رح ترتاح حتى تقتلهم كلهم. لينا هيك قالت؟ أي نعم. فؤاد أنت عارف إنه لينا مش رح تنسى اللي قتلوا أختها الله يرحمها. عشان هيك أنا لازم أقولها أي إشي عشان ترتاح. دكتور أوعى تظن إنه الطار تارك وحدك. تأكد يا فؤاد انه لو انا عرفت اي اشي عنهم انت رايح تكون تاني واحد بيعرف. وهذا عشان فيك. المهم ام سارة وجوزها عم يسألوا عليك. صدق راح وش من بالي. خلص اليوم بروح نسأل عنه. زي ما بدك. شو بتشرب؟ قهوة. We'll be right back.
غريب انه لم يفتح المحل هذا اليوم. ربما فتح ثم اغلقه لقلة الزبائن، او ربما كانت ليلة البارحة حمراء دامية. وعلى اغلب الظن انها كانت كذلك. هيا فلنذهب الى بيتك. من اين؟ من هنا ام من هنا؟ من هنا من هنا. مروح لعند اهلي، صار لي كم من يوم ما شفتهم. ليش هم بيعرفوش انك بتنام بالفندق اللي بتشتغل فيه؟ اه بيعرفوا، بس بيعرفوش اسم الفندق. امي سالتني كذا مره وتهربت، وخايف اخوي خليل اذا حطني براسه يضل وراي يضل وراي لحتى يعرف انه كنت بكذب عليهم. وليش ما حكيت لي هالحكي من زمان؟ حتى لو حكيت لك ايش راح تساوي يعني؟ اذا سالوك قول لهم انك بتشتغل فندق السلام. ايش؟ فندق السلام؟ هذا الفندق لرفيق ابوي. هلا بتصل لك فيه وبقول له اذا حدا سال عنك يقول انك موظف عنده وانك بتنام بالفندق لانك بتشتغل دوامين. ليه؟ احكي للحكي من زمان يا شيخه، اتصلي فيهم هسه. تعالي هاتي عنك القهوه. شو؟ الو؟ ايوه انا عبير. ما صار اشي. طيب هاي خلدون معك. طيب يحكوا معك. نفس الجماعه. الو الو اهلا. والله ما صار معي اشي، بس يصير اشي انا بخبركم. طيب خلاص بروح وبشوفه لعبد المولى، بس خايف يعني اذا لحيت عليه يشك فيني. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلم فيك ولا مفصل. والله يلعن ابو سالي تعرفت فيها عليهم. طب هم مو عطوني موبايل ليحكوا عليه؟ ليش بتصلوا على الأرضي؟ كأنه مأتما في بيت باريس. انتظرا سأستطلع الأمر. لو سمحتي ماذا هناك؟ توفي بيرس. على الأرجح أن أحد من أهلي قد مات، أو ربما ابنه المريض، وربما زوجته قتلتها الغيرة عليه. إنه بيرس، وجدوه هذا الصباح مقتولا ومصلوبا. يعني طخيته واجت فيه؟ ولا طخيته وبنص صدره كمان. الله لا يقيمه، يموت على الصرماية. بس انا مش متأكد انه مات. ولك مش قلت لي انك طخيته بنص صدره؟ اه بس ما لحقتش اتأكد. انه بعد ما طخيته في تنتين بنات كأنه انشقت الارض وطلعتهم، وقالوا لي اذا ضليت ثانية زيادة رح يوصل الجنودي الاسرائيلية وطخوني. وبعدين وين اخدوك؟ ما اخدونيش، رحت لوحدي. طب معرفتش هم مين؟ سمعت واحدة منهم عم تقول للتانية بسرعة خلينا نهرب يا دكتورة مريم. دكتورة؟ هيك سمعتها بتناديلها. طب والضابط كيف بدك تعرف إذا مات ولا عايش؟ إذا مات الله لا يقيمه، إذا عاش رايح أعرف زي ما سألت وعرفت إنه اسمه شيمون ديان، ورايح أراقب بيته وأعرف وأسأل وأتأكد إنه قتلته، وإلا النار اللي جواتي مش رح تنطفي. بس بدك تدير بالك يمسكوك. ما تخافي، ما حد شافني ولا حدا بيعرف إذا اللي طخوا طفل أو رجال، وإذا كانوا هم إسرائيلية فأنا عربي ويبقوا يلاقوني. ما عرفتوش إيش اسمه؟ مين هو؟ مين أبوه؟ ما لحقناش، حمل حاله وركض قبل ما نفهم منه إشي. هذا الولد بطل ابن بطل، وما عرفناش غير كيف بدنا نهربه عشان ما يمسكوه الإسرائيلية. بس هسه ما عرفناش إذا شيمون مات ولا لا. شيمون نقل للمستشفى بحال خطر، ولسه ما عرفناش عنه أي خبر. وكيف بدنا نتأكد؟
ولا هيك نضلنا قاعدين بنستنى؟ نحن عم نهدي اللعب وممنوع تحريك اي ساكن لحتى نقرر ونشوف شو رح يصير. ابو يعرب بيقولكم ممنوع تحريك اي ساكن، مفهوم؟ مفهوم. وإسا انا صار لازم امشي عن اذنكم. الله معك يا رب. وعليكم السلام. أهلاً. عن إذنك خلدون، خليل بده إياك تمر عليه على المنجر. في شيء؟ بده يعرف بأني فندق بتشتغل. ما قلت لك يما؟ أنا قلت لي؟ ولا كيف؟ فندق السلام، وإذا مش مصدق هيات هو الرقم اتصلي عليه. مرحبا يما. أهلاً يا أهلين. بعيش أصفر دكتور بالدنيا. نشوفك شغير كل حين ومين؟ والله الشغل ايش بطلع بالايد يعني. وين تشتغل؟ اسأل امي. وين يما؟ هيك بقدروش يحكوا ولا كلمة. طيب يا جماعة انا تأخرت بخاطركم. الله معك، مع السلامة. انت اشي يما؟ بعدين بقول لك. خالد عايزتك. طيب بس اغير ثيابي. مالها لينا يما؟ بعرفش، عطول متضايقة مثل حكايتك. أنا لا يما، أنا خلص بقيتيش تشوفيني إلا وأنا عم بضحك. الله يسعدك ويسعد أخوتك. الله يخليك يما. هي الطريقة بشعة قتل فيها. وأين قتل يا ليفي؟ في ذلك المنزل المهجور. إن كان في ذلك المنزل أو سواه، المهم أن من قتله عذبه قبل أن يفعل. لابد أنه ثار شخصي. يجب علينا أن نذهب إلى مركز الشرطة لنعرف ملابسات الحادث. لا توجد ملابسات، والقاتل لم يعثر عليه، وستقيد الجريمة ضد مجهول كما هي العادة. ألا يجب علينا أن نعرف لما قتل؟ المهم أنه قتل. لا، يجب علينا أن نعرف لما قتل. ولا تنسى أن بينيا يعد مقتولا أيضا. نعم صحيح، معك حق، طالما أنه تعرض للضرب الغليظ وقتل بهذه الطريقة. بيريس، بينيا، صديقان المقربان. ايش ست لينا؟ ليش الحلو مكشر؟ انا اللي بدي اعرف ليش انت فرحان. باين اني فرحان؟ اسأل حالك. انا مش فرحان، انا مرتاح. مرتاح بس انا لا. ايش بعدك بتشوفيهم بنانك؟ بعدني. وعد انه خلال فترة قصيرة رح أطيرهم من راسك. إذا ما متوش بيطيروش. صاروا 2. قتلت واحد كمان؟ بيريس اختيار الجن. بالله؟ بارحة بالليل وما حدش شافك؟ بس الله. والله معك، لأنهم بيستاهلوا، كلهم بيستاهلوا. ينصر دينك. بحهم خيا، بحهم. بعدك طفلة يا لينا، معقول هالكلام اللي قاعد يطلع من تمك؟ معقول يحولوك لوحدة بدها تذبح وتقتل؟ أقول خيا، انت ليش ما بدك تتجوز ميادة؟ انا بديش اتجوز ميادة؟ لان الخطبة لحالها بتكفيش. ما شفت وجوه اهلها وانت عم تلبسها الخاتم؟ هلأ نحن بميادة ولا بهدول الخمسة الواطين؟ هدول الخمسة بدهم يموتوا، بدهم يموتوا.
سميادة لازم تفرح. بتفرح، بتفرح يا لينا، بتفرح بعد ما يموتوا. والله أنا بحبها لميادة، وهي بتحبك كتير، وأنا بحبها. إذا بتحبها تجوزها اليوم قبل بكرة. هي أخوك خليل وأمك مستعدين يستأجروا لك بيت ويفرشوا لك إياه. الله يوفقك. هيا كل عبوة من هدول بتهد بناية بحالها. المهم وين بدنا نزرعها؟ الكلام مفهوم يا إبراهيم. ثلاثة منا راح يزرعوها، أنت وأحمد وجرجس، والباقيين حماية. وديروا بالكم المستعمرة بعدها ما خلصت، يعني إذا نسفنا الثلاث مباني منها بنكون حققنا الغلط. اعتبرهم صاروا مزروعين بالأرض يا إبراهيم. لعيونك يا أبا، هن بيستوطنوا وإحنا بنمنعهن. وسه كل واحد يروح على شغله، وموعدنا الساعة 10 بالليل. انتقلنا على الأرض. ماشي يا إبراهيم. تفضل. السلام عليكم. السلام. هناك من يريد رؤيتك بشأن القتيل بيريس سيدي. هيا ادخلوا. اجلسوا. جئنا سيدي كي نعرف كيف تمت جريمة قتل بيريس. ومن تكون بالنسبة لبيريس؟ نحن أصدقاء، أعني كنا أصدقاء. وما نوع الصداقة التي تربطكم ببعض؟ لا أعرف أن للصداقة أنواع يا سيدي. أليس غريبا أن يكون لعجوز مثل بيريس أصدقاء في مثل سنكم؟ بيريس كان شابا أكثر منا بالرغم من كبر سنه. كيف أصبحتم أصدقاء؟ أكنتم جيران مثلا؟ لا، التقينا منذ 3 سنوات في أحد البارات، ومن يومها لم نفترق. لم تفترقوا أبدا؟ لم نفترق أبدا. ومتى رأيتموه آخر مرة؟ منذ حوالي 5 أيام. أنا رأيته البارحة في دكانه سيدي. المهم نريد أن نعرف ما هو الدافع للجريمة، أو إذا توصلتم لأي دليل. دافع القتل هو الانتقام، الانتقام بأبشع صوره. هناك صديق خامس لكم على ساعده وشم أفعى، لماذا ليس معكم؟ تعني بينيا؟ أراهن أنه قتل أيضا. لا يا سيدي لم يقتل، ولكنه تعرض للضرب الشديد على رأسه مما أفقده عقله. انتقام من نوع آخر. انتقام؟ ماذا تقول يا سيدي؟ كيف تعرف أن بينيا تعرض للانتقام؟ بمجيئكم أنتم الثلاثة أرحتمونا من البحث عنكم. البحث عنا؟ هذه الصورة وجدناها فوق جثة بيريس. يعني انك صرت تشوفني في الالحاح شغله مش فايته العقل. اشتقت لك فيها اشي ولا حرام؟ لا مش حرام، بس انا ما قلتش لامي اني طالعه اشوفك. طب ليش؟ عشان اخوي احمد مانعني اطلع انا وياك لحالنا قبل. انت بعدك زعلانه مني مش هيك؟ واحد بيزعل من اللي بيحبه. بس اذا واحد حب راضي اللي بيحبه ايش بيعمل؟ هو محبته. وانت عارفه قديش معزتك ومحبتك بقلبي. كنت مفتكرتها اكثر. او هي اكثر، بس عندي ظرف. انا رايد اسالك سؤال، ايش رايك نكتب كتابنا بكره؟
لأني زعلانة منك بدك تكتب الكتاب؟ لا ميادة مش هيك، عشان تصيري مرتي على سنة الله ورسوله. والظرف اللي قلت لي عليه انحل؟ رايح ينحل إن شاء الله، رايح ينحل. وبدكش تقلي شو هو؟ بوعدك أول ما ينحل رايح أقول لك، بس في إشي بدي إياك تسامحيني فيه، العرس. أنت شايف الوضع، وبصراحة أكتر وضع المادي مش كتير. يا خالد ما أنا قلت لك، اسمعيني، بديش أعتمد على حدا، لا أمي ولا أخوي. أنا بصراحة قدمت على قرض المستشفى، بس يمكن أتأخر شوي عشان أنا طبيب جديد، بس وحياة عينك وعين فلسطين، أول يوم بأخذ القرض بعد أسبوع بتكوني لابسة الطرحة. وأنا رايحة أساعدك لحتى يعطوك القرض بسرعة. الله بإيدك، أنا بتمنى. بس إيش رأيك؟ بتحبي نكتب كتاب؟ أه بحب. من الواضح أن من قتل بيريز هو من ضرب بنيا، فإشارة الإكس على وجهيهما تشير إلى ذلك. ومن الواضح أكثر أنه يريد قتلكم جميعا، وأظن أن القاتل يقلد أحد أفلام السينما، أو أنه قد تأثر بها على الأقل. السؤال الآن أيها السادة، ما هو العمل الذي قمتم به أنتم الخمسة واقتضى من القاتل أن يطالب برؤوسكم تباعا؟ نحن لا نذكر أي عمل مما تغمز إليه، ولا أي عمل. ولماذا اختاركم أنتم بالذات أن يترك الصورة فوق الجثة إشارة من بأن الدور سيأتيكم لاحقا؟ وأعتقد أنه عازم على ذلك. انتبهوا، فالقاتل أكثر جرأة من الشيطان، بحيث يعلمنا مسبقا بأن القتل سيستمر. وأظن أن القاتل قد فعل ذلك ليبث الرعب في قلوبكم قبل أن يعمد إلى قتلكم، فأي حقد لعين يحمله لكم؟ هيا حاولوا أن تنشطوا ذاكرتكم، فإن لم تعرفوا من هو عدوكم فأنتم ميتون عما قريب. كأنك تشير إلى أنك لن تقوم على حمايتنا منه. ألا تخبروني أولا من القاتل لنحميكم منه؟ ولكننا لا نعلم، أقسم لك لا نعلم. فلنضع على كل واحد منكم حارسا ليل نهار، إن لم تساعدونا فلن نستطيع أن نقدم لكم شيئا. وانتبهوا أيها السادة، ربما لا يكون القاتل شخصا واحدا كما هي العادة في الأفلام، ربما يكون مجموعة أشخاص. حاولوا أن تتذكروا، أليس هناك عدو مشترك بينكم في البارات؟ ألم يحدث أن تشاجرتم مع أحد مثلا في السهرات التي تقضونها معا؟ ألم يحدث صدام بينكم وبين شخص أو أكثر؟ بالنهاية لا يسعني إلا أن أوصيكم بالحيطة والحذر. يمكنكم الانصراف، هيا. شو ديان بأية غرفة؟ هذا المصاب برصاصة في صدره. وأنت من تكون بالنسبة له؟ أنا ابنه، كنت بتلي أبيب، والآن عرفت أنهم أطلقوا النار عليه. إنه في الغرفة 310، إذ لم تجده انتظره، من الجائز أن يصوروا له صدره. شكرا، أرجو أن يكون بخير وتطمئن عليه. يا ما بدك إشي، أنا رايح على الشغل. دير بالك على حالك يا ما، الله يكون معك. موجود. مين اقول له؟ ما بديش يقول اسمه، قال صاحبه. الو، مين بيحكي؟ انا عبد المولى. اهلا عبد المولى. بكره الصبح الساعه 10 الا ربع بتكون عندي قدام البيت. مش الحال؟ الساعه 10 الا ربع، لا دقيقه زايده ولا دقيقه ناقصه. ايش هاد؟ يخرب بيته زي القطط بسبع رواح.
بس لو كان 70 روح إلا أطخه وموته زي الكلب. بكره رايح اكتب كتابي على مياده. تحكي والله؟ اه يا امي. صحيح؟ احلى خبريه يما. الله يتمم على خير يا بني. الله يخليكي يما. فرحتني فرحتني كثير يما. اسمك ميادة؟ أنا ميادة، أنت مين؟ شوف استولي الزهر. طيب يا ابني بدك تكتب الكتاب تزوج بالمر. يما إيش الكتاب وإيش الجواز؟ ما هم زي بعضهم. بالله؟ آه. إذا ما تزوجتوا كيف بده يجيك أولاد؟ بكفيش أخوك محمود مات قبل ما يتزوج، وهاي اخوك خليل. خليل رايح يتجوز قبلي يما. ايش ايش؟ غلطت، لقيت مش رايح اخلص من لسان خليل. لك لك خليل بده يتزوج؟ انا ما قلتش اشي. معقوله خليل وخالد يتجوزوا مع بعضهم؟ يلا يا رب يا رب. لا داعي لكل هذا الخوف يا بنحاس، ربما كان الضابط واهما. فما معنى الصورة التي تركها القاتل على الجثة؟ ألم تكن رسالة؟ إنه يفكر بقتل كل من اجتمعوا في الصورة. على ما يبدو أن ليس هناك تفسيرا آخر. أنا لا أذكر أن لنا عدوا مشترك. كيف؟ وكل ما قلنا به قلنا به سويا. مثل ماذا؟ هذا هو المهم الآن. وقصص الحب التي شاركنا بها. أنا لم أشترك معكم منذ أكثر من سنة، وفي المرة الأخيرة لم يكن بيريز معنا، كنا نحن وبينيا فقط، فما معنى أن يقتل؟ ألم نرمي الفتى في البئر؟ مضى على هذه الحادثة أكثر من سنتين وأنا متأكد أنه لم يرنا أحد. والشجار الذي دار بيننا وبين الفتية في النادي شهر الفائت، ألم نحطم شمجمة أحدهم؟ ألم نكن يومها سوية؟ وأذكر جيدا أن هذه الحادثة ماتت بأرضها بعد أن دفعنا مبلغا كبيرا لأهل المصاب وأسقطوا حقهم. اللعنة اللعنة. ماذا هناك؟ هل تذكرت شيئا؟
ماذا هناك يا سام؟ قتل بيريس في ذلك المنزل المهجور بهذه الطريقة يعني أن للمنزل علاقة بقتلي. أي منزل؟ أتعني أجل؟ لكن ابن حاس لم يكن معنا. أعرف وأعرف أن ذلك يحتاج إلى تفسير. الحادثة الأخيرة كنا معا وحدثت في ذلك المنزل المهجور. أي حادثة وأي منزل مهجور تكلما؟ أخذنا فتاة فلسطينية واغتصبناها ثم قتلناها. حدث ذلك في المنزل المهجور الذي وجد فيه بيريس مصلوبا. أما كان عليكما أن تقولا ذلك للضابط؟ ونتهم بجريمتي قتل واعتداء. لا، السكوت كان أفضل. لكننا فعلنا ما فعلناه دون أن نترك أثرا. أعرف، أنا من نقب ذلك المنزل شبرا شبرا قبل أن، ولكن قتل بيريس في ذلك المنزل المهجور هو الذي شككني بالأمر. ربما هي الصدفة التي جعلت القاتل يأخذ بيريس إلى ذلك المكان علما أنه مكان ملائم لارتكاب أفظع الأعمال، فهو بيت واسع ومهجور. أستبعد أن تكون تلك الحادثة هي الدافع. لماذا لا نعمل ذاكرتنا جيدا كما قال لنا الضابط؟ إن ما فعلناه يستدعي الانتقام منا كثير، وكل ما فعلناه لا يتعلق إلا بالعرب، وأنا أجزم أن القاتل عربي. لست وحدك من يجزم بذلك، فالحادثة التي شاركنا بها نحن الخمسة نستحق الموت عليها. معظمها كنا نستحق الموت عليها. لا تنكر أنه لغز محير يا سام. ربما يجب علينا في الأيام القادمة أن نبقى مع بعضنا ولا يترك أحدنا الآخر. وماذا عن أعمالنا؟ هل نتركها؟ هل نختبئ كفأر تتربص به قطة جائعة؟ وماذا لو تمكن من أحدنا وألحقه ببيريز وبينيا؟ الحذر، الحذر والحيط واليقظة والسلاح. يجب ألا يبارحنا السلاح أبدا. هذا لا يمنع أن نلتقي دائما بعد أن ننتهي من العمل. ليش صارت الساعة؟ ما لك الساعة؟ ما الساعة؟ 7:15. مساء الخير شباب. مساء الخير. مين غالب ومين مغلوب؟ بالإذن شباب، تعال عاوزك كلمتين. ليش مالك؟ يعني تلاقي أبرد من دمك كنت بكون بحياتك. أصول الشغل يا رشيد، لأنه الدم البارد بهيك حالي أحسن من الدم الحامي. ولا بدك ياهم يفضحونا بالقهوة. المهم اللي اتفقنا عليه صار. يعني رشيت المي كلها بوجهها. مالك؟ حرقت وجهها؟ لا، سميت عليه. ايش؟ ندمت؟ يعني خسرت ميادة للأبد؟ لا، لأنه أنا بعتقد إنه هلأ هي رح تحبك للأبد. مرحبا يا جماعة. انتو ايش اللي جابك؟ أنا دقيت له تليفون. مش هو دكتور بهالمستشفى؟ عملت منيح يا خالتي، عملت منيح. مالك يا أمه؟ روحنا أصيرين حربة؟ خالد مش غريب، وفوق هالشي خطيب أختك. كان خطيبة. شو قصدك؟ قصدي إنه ما كتبش كتابه عليها يوم ما كانت كاملة ومكملة. هلا بعد ما صار فيها اللي صار هو بده يكتب كتابه عليها؟ اسكت اسكت، تحكيش مثل البوم. ايش اللي صار؟ هالبنت اجتنا منهارة كتير، اعطيتها ابرة لتهدى. ميت نار؟ ولك ايش؟ ماتت الرحمة بقلوب الناس؟ مش صعب عليكم تعرفوا مين اللي عمل هالعملة. المهم انك وقت الحادثة كنت قاعد بالقهوة، يعني اذا ادعيت عليك في شهود انك ما تركت القهوة من الساعة 5 للساعة 7:30، والحادثة صارت وحدود الساعة 6.
الله لا يوفقك يا عماد، دهورتني. عرفتوا مين هو؟ لا قدروش يعرفوه، كان حاضر عروش وسلك. يعني الحروق بسيطة؟ بسيطة، بس رايح اترك اثر بسيط. ان شاء الله رح نعمل جهدنا يا خالتي، ان شاء الله. بقدر افوت اشوفه؟ طبعا، بس هي نايمة. تفضلي تفضلي. تفضل عمي. يلا يا عمي. يلا. قلت لكم اياد انه رايحين نكتب كتابنا بكره؟ بكره رايحين نجيب الشيخ نكتب كتابنا. بدكم تكتبوا الكتاب وهي بهالحالة؟ هيك اتفقنا انا وإياد، وهيك رايح يصير. معقول يا خالي؟ معقول. بكره إياد رايح تكون احسن، واي شيء تحتاجوه المستشفى على حسابك. ماشي ماشي يا خالي ماشي. بدكم تكتبوا الكتاب؟ ان شاء الله بكره. ان شاء الله. الف مبروك. يما نامي انت عند الليله، انا مضطر امشي. معقول اتركها لحالها وهي بهالحاله؟ يا حسرتي عليك يا اهلا وسهلا. مساء الخير. تفضل. هالمرة ما تأخرت عليك. دائما بتتأخر علي. بس هالمرة جايب لك خبر حلو كتير. ليش بي أخبار حلوة بهالدنيا؟ يا سيدي اضطرينا نغير اسمك على الباسبور، صار اسمك إدوارد نيلسون. ليش بقى؟ لأنه المراسل اللي حتنتحل صفته اسمه إدوارد نيلسون. ما فهمت. هذا المراسل اللي بيشتغل بهاي المحطة اللي حكيت لك عنها اسمه إدوارد نيلسون. هذا الزلم مفقود من سنتين، انفقد بحرب الشيشان، ولأنه ما لقوا جثته اعتبروه مفقود، والمفقود ما بينمحي اسمه من سجلات المحطة اللي بيشتغل فيها. يعني إذا طلبوا إدوارد نيلسون كمراسل للمحطة بتلاقيه موجود بالكمبيوتر؟ بمعنى تاني، إذا بإسرائيل بدهم يتأكدوا منك راح يلاقوا اسمك موجود بالمحطة، واللي هو إدوارد نيلسون. يعني هيك بتفوت على إسرائيل وبتعيش وكأنك إنجليزي أباً عن جد. طبعاً إلا إذا لقوا جثة إدوارد نيلسون الحقيقي. إدوارد الحقيقي مات وشبع موت، ولا يمكن يلاقوا جثته، هيك أكدوا لي. طيب الباسبور والبطاقة إيمت بحصل عليهم؟ الباسبور بكرة إن شاء الله بيكون عندك، بس بالنسبة للبطاقة بدها شوية وقت. روحي على كفي ببزلها بس تصفي، روحي على كفي ببزلها بس تصفي، ما يبقى فوقك شر فلسطيني بيكفي، ما يبقى فوقك شر فلسطيني بيكفي. شايفك جاي بكير. ما عنديش اشي اسوي، قلت بجي منتظر معاك نتسلى. يتسلى ابراهيم بزمتك، بايش كنت عم تفكر ما اوصل لعندك؟ وايش قاعد تسال؟ لانه بعرفك حافظك على الغايب، بس تكون قاعد بهي اللورنه معناتها في اشي شاغلك. ما فيش اشي شاغلني غير الذاكره اللي رجعتني لورا. قتل ام ابراهيم وتمير بيتكو؟ لا ما بقصدش الذاكره الشخصيه. لكن ايش قصدك؟ قصدي كيف كنا وكيف صرنا وكيف رح نصير. تذكر كيف شكلت الخلية؟ طبعا بتذكر وقتها اللي شكلها انت ومرحوم عبد الرحمن بتعليمات من القائد ابو يعرب. والهدف من تشكيلها؟ انكم تربطوا بين مقاومة 48 وخاز 48. قولتك نجحنا؟ الا نجحتوا. على كفي ببزلها بس تصفي، روحي على كفي ببزلها بس تصفي، ما يبقى فوقك شر فلسطيني بيكفي، ما يبقى فوقك شر فلسطيني بيكفي. يكفيك يلي مر يا غزة دقت المر، يكفيك يلي مر يا غزة دقت المر، وين الأصيل الحر وين الأصيل الحر وين الأصيل الحر ليوقف بصفي، وين الأصيل الحر
الجشع والذل النار وحدة تفل حصن الجشع والذل لا تأمن المحتل لا تأمن المحتل لا تأمن المحتل عمره ما بيوفي وانسى سلام الذل عمره ما بيوفي روحي على كفي ببذلها بس تصفي روحي على كفي ببذلها بس تصفي لا يبقى فوقك شر فلسطيني بيكفي ما يبقى فوقك شر فلسطيني بيكفي فلسطيني بيكفي فلسطيني بيكفي فدائي 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 فدائي